الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اترك الكتاب، التليفون، القلم. اخواننا نحن نريد، لا يلزم ان نختم كتاب التوحيد، لا يلزم، لكن نريد نتصور نفهم هذا الكتاب. لماذا العلماء رحمه الله تعالى كانت لهم عناية خاصة بهذا الكتاب؟ ما الذي فيه؟ ممكن بعض الناس يعني جاهل مركب يأتي يقرأ الكتاب لكن هذا الكتاب ليس في شيء. فنحن نريد أننا يعني ندرك إدراك يعني سريع لهذا الكتاب. لا يلزم أنا نختم الكتاب، لكن نريد يا أخي الآن نتكلم، اترك كل شيء، قرب علينا، تقدم. نريد نتصور هذا كتاب التوحيد، ما هو؟ ما الذي فيه؟ كيف نشرح الكتاب؟ كيف نفهم الكتاب؟ لو فهمنا هذا الشيء، هذا يكفينا في الدرس. طيب، فأترك الأشياء كلها، وإن شاء الله تعالى سنعيد الكتاب موجود فيه يعني ما نذكر. أنا ليس عندي علم، أنا فقط أريد أتذاكر معكم. طيب، نعم. أولا قبل أن نبدأ بدراسة هذا الكتاب، نسأل لماذا ندرس التوحيد، وهذا قد تقدم معنا. حق الله على العبيد، لا يدخل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، الهداية، طمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكثير السيئات. الثاني، لماذا ندرس هذا الكتاب؟ لماذا؟ هناك كتب كثيرة مؤلفة التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ لأننا طلاب، والعلماء رحمهم الله تعالى أرشدوا الطالب بأن يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ به بالتوحيد الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد. بل أن رجل جاء الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقال: الشيخ الكتب كثيرة، مؤلفات كثيرة، وأنا لا أستطيع على هذه المؤلفات، لا أستطيع على هذه الكتب، أريد تختصر لي العلم أشد اختصار. قال له الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وبلوغ المرام. أنت لا تظن أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان لديه مكتبة عامرة كبيرة، لا، الشيخ بن عثيمين رحمه الله مكتبة صغيرة، لكن كل ما في هذه المكتبة هنا، قليل دائم خير من كثير منقطع. ركز العلماء على مؤلفات ضبطوها. الآن مثلا في الفرائض، إذا ضبطنا الرحبية، أي كتاب يأتي في الفرائض تشرح بإذن الله، البرهانية، الدرة البيضاء، كذا كذا، أي كتاب يأتي، لأن تضبط أصل، فإذا ضبط أصل أي كتاب بعد هذا يكون سهل عليك. إذا ضبط مثلا الواسطية في الأسماء والصفات، تأخذ الحموية، التدمورية، أي كتاب في الأسماء والصفات بإذن الله لا يكون عندك إشكال. المهم أننا نتأصل، يعني الأساس يكون أساس قوي صحيح. وسوف ترى بإذن الله إذا انجلى الغبار أفرصت ركبت أم حمار، سترى بإذن الله ثمرة دراسة هذا الكتاب، وأن كثير من العلماء أكثر الفتاوى، أكثر المحاضرات، أكثر الخطب من كتاب التوحيد. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الكتاب القبول في الأرض. كم كتاب ألف بعد هذا الكتاب؟ والله سبحانه وتعالى وضع لهذا الكتاب القبول في الأرض، بل أن بعض العلماء قال أن هذا الكتاب، كتاب التوحيد، نسخة من صحيح البخاري، قطعة من صحيح الإمام البخاري، بل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو بخاري هذا الزمن رحمه الله الجميع. لماذا ندرس هذا الكتاب؟ لأنه مشتمل على الكتاب والسنة. حرص المؤلف فيه ألا يدخل فيه شيئا من كلامه، حتى في الأبواب أحيانا يبوب بالآيات والأحاديث، كثرة الشروحات عليه. الآن أنت مثلا، هذا الأخ نصح بعض الطلاب بحفظ كتاب من الكتب،
طيب هذا الكتاب له شروحات؟ لا. له نسخ؟ لا. يقول نسخة واحدة فقط يوزعها المؤلف، ليس عليه شروحات ونسخة واحدة. طيب هذا يسافر إلى أفريقيا، وهذا يسافر إلى أوروبا، وهذا يسافر إلى المشرق، وهذا للمغرب، ضاعت منه النسخة، من يشرح له هذا الكتاب؟ لكن كتاب التوحيد بلوغ المرام لا يمكن تدخل أي بلد من البلدان إلا وتجد نسخ من هذا الكتاب، بل من يحفظ هذا الكتاب، بل من يشرح هذا الكتاب. شروحات كثيرة. دليل على ماذا؟ عناية العلماء رحمه الله تعالى بهذا الكتاب تدل على أنه يصلح للحفظ والضبط، مفهوم؟ فلا تأتي وتحفظ متن، قلنا للشيخ محسن قبل أيام يقول أريد أحفظ متن كذا نصحني فلان من الناس، نقول لا. كتب عكف عليها العلماء البلوغ وريح نفسك، تمام؟ كيف نشرح الكتاب؟ كيف يا أخي اترك الكتاب، إيش كيف نشرح؟ أمر سهل. لابد أننا نسير، أعطني القلم حتى نرتاح، هذا القلم حتى نرتاح وتمشي على وتيرة واحدة. ماذا تصنع؟ تدرس أصول ثلاثة، قواعد أربع، كتاب التوحيد على شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن ابن عثيمين رحمه الله يشرح لك التوحيد، تعريف التوحيد في الأصول الثلاثة، هنا يكرر تراجع. لكن لو تأخذ مثلا شرح ابن عثيمين للأصول الثلاثة رحمه الله والشيخ الفوزان لكتاب التوحيد حفظ الله حفظه الله، هذا تقسيم وهذا تقسيم وهذا تفريع وهذا تفريع، لا تستقيم معك الأمور، وبعد هذا تقول والله لا أدري هذا هو قول ابن باز رحمه الله أو قول الفوزان حفظه الله أو قول ابن عثيمين رحمه الله الجميع. لا، تمشي على وتيرة واحدة. وكان الواحد من السلف يأتي لعالم من علماء السلف يأخذ عنه العلم ثم ينتقل إلى العالم الآخر، ثم هذا الشيخ الآن لو تتلمذ على ابن عثيمين رحمه الله وأخذ كل مؤلفات ابن عثيمين وضبطها، إيش يخرج؟ ابن عثيمين ثاني. لكن هذه المشكلة، أن هنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في شرح، وتختلف عليه الأمور فيها حتى يصير أظل من ثوم حكيم. لا، تمشي على تعريف واحد، على تقسيم واحد، على شرح واحد، ونحن نريد نمشي في هذا الكتاب على القول المفيد، شرح الشيخ بن عثيمين لكتاب التوحيد رحمه الله الجميع. طيب الشرح هذا كيف سيكون؟ سيكون إذن الكتاب المعتمد ما هو؟ القول المفيد للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. عندنا ملخص لهذا الكتاب، لكن الملخص لا يبني على الكتاب الأصلي. طيب كيف سنشرح الكتاب بإذن الله؟ نريد أن نعرف التعريفات والتقسيمات. يقول كتاب التوحيد، ما هو التوحيد؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى. هكذا تضبط التعريفات التي في الكتاب. الثاني التقسيمات. يقول مثلا وقضى ربك، تقول القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. إذن هذا الأمر الثاني، الأول تعريفات، الثاني التقسيمات، الثالث نريد أن الكتاب يرتبط. كيف يرتبط؟ أي آية أو حديث تحت الباب لابد نذكر مناسبة الآية والحديث للباب. إذا ربطنا ماذا؟ الآيات والحديث مع الباب، ثم نربط الباب مع كتاب التوحيد، فارتبط الكتاب بأكمله. هذا الشرح، يعني مثال. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله في المكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب تحت هذا الباب ذكر قول الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا. ما علاقة هذه الآية التي نزلت في مسجد ضرار بباب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ لابد نعرف المناسبة، تمام. الترجمة اللي هي الباب، باب ما جاء في المصورين، ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد؟ تقول التصوير خلق وإبداع ومضاهاة لخلق الله، وله علاقة بتوحيد الربوبية وتعدي.
على حق الله سبحانه وتعالى، أو أول شيء حدث في الأرض شبهة التصاوير والتماثيل وله علاقة بكتاب التوحيد. يعني ممكن واحد يأتيك ويقول هذا الباب باب ما جاء في المصورين لابد أنه خطأ بعض النساخ، أنه بعض النساخ ذكر هذا الباب وهذا له علاقة بكتب الفقه حتى ارتبط الكتاب بأكمله. هكذا نريد نشرح الكتاب فقط، الآيات والأحاديث مع الباب، الباب مع الكتاب، ويرتبط الكتاب بأكمله. قبل أن نبدأ بالشرح نريد نعرف فهرسة مختصرة لهذا الكتاب. لو أردنا أن نفهرس أو نختصر هذا الكتاب نختصر ونقسم هذا الكتاب إلى 10 أقسام. كم قسم؟ 10. سهلة جدا بإذن الله تعالى. القسم الأول مقدمة، والمقدمة تحتوي على 5 أبواب، هذا القسم الأول. الثاني تفسير التوحيد، وفسر التوحيد المؤلف بضده وبضده أن يتبين الأشياء. ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وسبب كفر بني آدم ودحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات. أطول قسم في الكتاب هو القسم 9، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، ثم خاتمة الكتاب. أسأل الله يختم لي ولكم بالتوفيق. كم قسم؟ من يعيد الأقسام؟ سبحان الله. يقول ما قلت لمحدث قط أعد عليه. القسم الأول مقدمة 5 أبواب، عندنا مقدمة وخاتمة، هذه قسمين تمام؟ مقدمة ثم تفسير التوحيد، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحض حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة بالجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهج اللغوية، الألفاظ الشركية وبعض الشركيات والخرق. هذه أقسام 10 للكتاب. هذا الكتاب فيه 67 باب. إذا حسبنا الباب الأول، لأن الباب الأول قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس، الباب الأول هذا نريد نسمي الباب الأول باب وجوب التوحيد هكذا. طيب صارت كم باب؟ 67 باب. وكم قسم؟ 10 أقسام. الوهابية، هذا أمر مهم لا بد نتكلم فيه لا إشكال. من هم الوهابية؟ هل يوجد فرقة تسمى بالفرقة الوهابية؟ لا. نعم هناك فرقة ضالة مضلة ظهرت في جهة المغرب العربي هناك تلقب بهذا اللقب، لكن عندما يتكلم الناس عندنا عن الوهابية هم يقصدوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، يعني علماء الدعوة النجدية. والله الذي لا إله إلا هو، نحن لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه مثلا من الجزيرة أو كان مع السعود أو كذا، لا والله، دفاعنا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب لأن الطعن فيه طعن في التوحيد. وندافع عن لماذا؟ حتى لا يطعن أحد في توحيد الله. ليس لنا علاقة بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا التوحيد. فهم أرادوا أن يطعنوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا عنه وهابي. سبحان الله، أرادوا أن يقدحوا فيه وإذا هم يمدحون، لأن الوهاب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فنسبوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يقدحوا فيه وإذا هم يمدحون. ثم اعلم أن كل من يعلم الناس التوحيد ويدافع عن التوحيد ويحارب الشرك يقال عنه وهاب. اعلم هذا. فإذا قال لك بعض الناس أنت وهابي قل لا لا يوجد، لكن إذا كنت أعلم الناس التوحيد وأدافع عن الشرك تقول عنه وهابي، قل عن الذي تقول، لأن هذا الذي سار عليه أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب وكاهن وساحر،
صحيح. ثم هذا لحق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا عن أهل السنة ظلما وزورا، قالوا عنه مشبهة ومجسمة وشكاكة ونواصب وغثاء ووهابية وغيره. فعلمتم من هو الوهابي؟ الوهابي في هذه الأيام هو الذي يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك. أنعم معكم. قالوا كذبوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني كذبات كثيرة. أولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه علماء الدعوة النشرية تقدم معنا في الدروس المهمة أنهم يجعلوا الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، سمى بعض أحفاده بأسماء آل البيت. قال بعض العلماء لهم، قال هذه كتب محمد عبد الوهاب موجودة، خذوا 10 سنين من 3 إلى 10 سنين ادرسوا هذه الكتب، لو وجدتم في هذه الكتب حرفا واحدا يخالف ما عليه الأئمة لكم الذي تريد. كلمة واحدة كتاب التوحيد. البعض يقول، لأن البعض يقول فيه حديث ضعيف، بعض العلماء قال لهم اسمعوا أريد حديث واحد في كتاب التوحيد باطل أو موضوع أو منكر، ما استطاعوا. هذا الكلام لا يخلو منه كتاب، أن يكون فيه حديث ضعيف، ونحن بإذن الله سنشرح الكتاب بما فيه من أحاديث، ولا ندعي الاسم لا لنا ولا المؤلف رحمه الله تعالى، لكن لا يوجد في كتاب التوحيد حديثا واحدا يخالف أصل الشريعة. مفهوم؟ ومن الخلل والخطأ أن بعض الناس جاء وألف رسالة الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد. قام العلماء على هذا وقالوا أنت من أين لك هذا تصنع هذه الأشياء؟ أنت الآن كأنك تعطي أهل البدع سلاح وتقول حاربوا محمد بن عبد الوهاب، حارب كتاب التوحيد. يا أخي اكتب تخريج الأحاديث في كتاب التوحيد، صح؟ ولهذا بعض الناس يريد يتميز ويريد يظهر يعتد أي شيء، يقول الانتقادات التي انتقدت على شيخ الإسلام ابن تيمية، من أنت؟ هل صنع هذا علماء السلف؟ لا. إذا لابد تسير على ما ساروا عليه. طيب، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى المؤلف رحمه الله، سنبدأ الآن بالكتاب. قال كتاب التوحيد، وقول الله تعالى سبحان الله، أين المقدمة؟ لماذا لم يكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذا الكتاب قد التقيت وضعت فيك نفسي. قالوا أن المؤلف رحمه الله اقتدى بالبخاري، قبل أن يؤلف كتاب التوحيد نظر في صحيح البخاري، وإذا البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه،